أعلم من البداية بأن الطريق ستكون صعبة، لكن كما تعلم لعبنا بتكتيكاتنا وبذلنا جهدنا، بقينا جسدا واحدا وصنعنا التاريخ اليوم. كم أنت فخور اليوم حول هدفك الأول في المونديال؟ بالطبع أنا فخور للغاية أن أحرز في هدف في كأس العالم، وكما قلت صنعنا التاريخ. أخبرنا عن شعورك حول شعورك تجاه ردة فعل المعجبين. انظر حولك، إذا نظرت إلى مباراتنا الأخيرة اليوم وانظر إلى حولك، وهذا كافي. شكرا لك.